مع مواضيع إنستغرام، ولكن هذه المرة الفنانة السنغافورية شان كليرين، والتي تثير اهتماما بعد نشرها تصاميم باستخدام طلاء الأظافر. الفنانة التي يتابعها آلاف على إنستغرام تحاكي في بعض تصاميمها كبار المصممين العالميين كفالنتينو وإلي صعب. تصميم هذه اللوحات وفقا لهذه الفنانة يستغرق ما بين 5 إلى 45 دقيقة للوحة الواحدة. وترى أن طلاء الأظافر ليس مجرد أداة تجميل بل أداة للفن. نتابع بعضا من لوحاتها.